وللمتابعة انضم إلينا مباشرة من العاصمة الأرمينية ريفان موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، اطلعنا على أجندة زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا وأهم ما تتناوله من لقاءات. ثلاثون عاما على تأسيس وتدشين العلاقات المصرية الأرمينية شهدت المزيد والمزيد من الطفرات، كان آخرها خلال الخمس سنوات الماضية بتأسيس اللجنة الوزارية العليا المشتركة التي تعمل على دعم وتفعيل أطر التعاون على كافة الأصعدة بين القاهرة وبريفان. هي الزيارة الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والزيارة الأولى تاريخيا لأول رئيس مصري يزور العاصمة بريفان، العاصمة الأرمينية، بدعوة من الرئيس الأرميني هاجان خاتاتشوريان. من المقرر أن تبدأ فعاليات زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الغد باستقبال يجريه الرئيس الأرميني لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الرئاسي، حيث تجرى فعاليات القمة الثنائية ومن بعدها القمة الموسعة بحضور وفدي البلدين. هذه القمة الهامة التي تبحث استشراف سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية وأيضا الثقافية والفنية والعلمية وأيضا غيرها من كل مناحي التعاون بين العاصمتين. أيضا من المقرر أن يشهد السيد الرئيس ونظيره الأرميني وقائع وفعاليات التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين، تشمل العديد من المجالات مثل مجالات الشباب والرياضة، التعليم، التكنولوجيا والدعم الفني وغيرها من هذه المجالات الهامة التي يحتاجها الاقتصاد في كلا البلدين. أيضا من المنتظر أن يجري السيد الرئيس ونظيره الأرميني مؤتمرا صحفيا يتحدثان خلاله عن جملة ما دار من نقاشات سواء فيما يتعلق بالقمة الثنائية أو القمة الموسعة بحضور وفدي البلدين. هذه الزيارة تنظر إليها أرمينيا بعين الاعتبار وأيضا بعين التقدير والاحترام. يكفي الإشارة إلى البيان الرئاسي الأرميني الذي كان قد صدر مساء أمس والذي يشيد بهذه الزيارة، وعلى حد تعبير البيان وصف الزيارة بأنها زيارة تاريخية طال انتظارها. أيضا هناك العديد والعديد من الفعاليات التي سوف يقوم بها السيد الرئيس خلال زيارته التاريخية الأولى لأرمينيا، من بينها توجهه إلى قصر رئاسة الوزراء، حيث تجرى هناك أيضا مباحثات بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأرميني، تتناول استعراض ما تم إنجازه طوال السنوات الماضية من تقدم على مستوى التعاون والتعاون الاقتصادي وعلى صعيد التنسيق والتشاور السياسي في المحافل السياسية والدبلوماسية، بالإضافة أيضا إلى استشراف سبل دعم وتعزيز هذه العلاقات في ضوء طموح ورغبة مصر للانضمام إلى التكتل الاقتصادي الأوراسي الذي يشمل كل من أرمينيا وروسيا وبيلاروسيا وأذربيجان وقرغستان. هذا التجمع الاقتصادي الهام الذي أنجزت المفاوضات لانضمام مصر إليه شوطا كبيرا كان آخر جولات التفاوض، الجولة الرابعة التي انتهت في يونيو عام 2021، وبقيت فقط بعض التفاصيل التقنية والفنية لإتمام هذا الاتفاق الهام الذي سوف يسمح بمرور ونفاذ الصادرات المصرية والمنتجات المصرية إلى تكتل اقتصادي هو الأكبر والأهم في منطقة شمال ووسط آسيا، والذي يعني يتيح نفاذ الصادرات إلى أكثر من مليار نسمة. أيضا التكتل الاقتصادي الأوراسي ينظر بعين الاعتبار إلى الموقف الجغرافي أو الموقع الجغرافي المتميز والفريد لمصر، الذي من الممكن أن يتحول إلى بوابة لنفاذ الصادرات والمنتجات لدول التكتل الاقتصادي إلى دول المنطقة العربية وشمال إفريقيا وأيضا جنوب أوروبا. هناك الكثير من الملفات المتشابكة التي تجمع كل من مصر وأرمينيا سواء على الصعيد السياسي عالميا أو على الصعيد الاقتصادي والثنائي. على الصعيد السياسي في عجالة، هناك بعض القضايا الهامة التي تهم كلا الطرفين، أهم وأبرز هذه القضايا قضايا التغيرات المناخية والتأثيرات الحادة للتغيرات المناخية. هناك تنظر تقدير للجهود المصرية التي تتحدث باسم دول الجنوب والدول النامية التي تحملت الجزء الأكبر من الخسائر والتحديات والأزمات الناتجة عن التغيرات المناخية الحادة. هناك أيضا تعاون وتنسيق بين مصر وبين أرمينيا التي تولي اهتماما كبيرا بقضايا المناخ والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى أيضا عدة قضايا ربما لا يسعفنا الوقت للإشارة إليها، ولكن هناك تنسيق على أعلى مستوى بين القيادتين السياسيتين وبين العاصمتين القاهرة وبريفان حيال كل هذه القضايا في المحافل الإقليمية والدولية، بداية من الدعم اللامحدود الذي
تقدمه مصر لكل المواقف الأرمينية، وبالعكس كل المواقف المصرية تلقى التأييد في المحافل الإقليمية والدولية من جانب أرمينيا. أما على الصعيد الاقتصادي، هذه الزيارة من المقرر أن تعطي وتمنح زخما كبيرا للعلاقات الممتدة سواء على المستوى التاريخي أو على المستوى السياسي والدبلوماسي، والتي كانت قد انطلقت في يوم أو عام الاستقلال الذي حصلت عليه أرمينيا من الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1962 لتدشين هذه العلاقات الدبلوماسية. مصر أول دولة في المنطقة العربية وإفريقيا تستضيف بعثة دبلوماسية وسفارة أرمينية في القاهرة، تم افتتاحها في سبتمبر عام 1962، وهو نفس العام الذي شهد أيضا افتتاح سفارة مصرية في أرمينيا لتدشن يعني علاقات دبلوماسية قوية. من المنتظر أن تمنح زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لأرمينيا تمنح هذه العلاقات زخما كبيرا خلال المرحلة المقبلة سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي. نعم، شكرا جزيلا علاء رشوان، كنت معنا على الهواء مباشرة من أرمينيا.